اليوم قررت العب كارير مود لاني قاعد فاضي ومش لاقي حاجه اعملها، ولكن عشان يبقى الموضوع مختلف كل لعيبه كوكب الارض هيبقوا 99 ريت، حرفيا مفيش بني ادم واحد الريت بتاعه هيبقى مش 99. فاحنا النهارده معانا 10 مواسم هنشوف مين هيقدر يحقق اعلى الالقاب والانجازات ويحصد الملايين يعني. ولكن بما ان كل لعيبه الكوكب حرفيا بقوا 99 ده معناه حاجه واحده بس، وهي ان احنا احتمال نشوف ناس بيكسبوا الكره الذهبيه لاول مره في الحياه. يعني ممكن تلاقي واد صيني بيلعب في الدوري الهندي درجه ثانيه مرشح للبالون دور عادي. فزي ما انتم شايفين يا جماعه ان لو مثلا رحنا على السعوديه كل الفرق حرفيا 5 ريت، يعني هم 5 ستار لان كل اللعيبه اللي جواها 99. البليه شخصيا دلوقتي مقفل ريتنج، هو مقفل اللعبه كلها، بيعمل كل حاجه في الملعب. انا على نفسي يا جماعه هروح لانجلترا، ولكن احنا عايزين ناخدها من تحت بقى خالص، هنروح للدرجه الثانيه ماشي للتشامبيونشيب ونشوف لنا بقى اي كلب بلدي هنا. نورويتش يا جماعه هندرب نورويتش، يلا كابتن لويس انريكي يتقدم ويبقى بيني لو عمل حاجه. هو بس يعني التشكيله حلوه وكل حاجه، في اعتراض واحد بس، في واد اسمه ساره في الملعب 99 ريت، ايه ده؟ يعني لو جينا نروح بص هو بيلعب كام وسي ام ورايت ميد وما شاء الله، يعني الله اكبر بيعمل كل حاجه، هو تقريبا 99 جول كيبنج برضه، يعني على الاغلب لو قلبنا في الطاقات هو مقفل، يعني الناس كلها كده، يعني الناس كلها كده يا جماعه. كريستيانو عنده 99 حراسه مرمى عادي يقدروا يوقفوه لو يعني اضطروا يعملوا ده. هو بس في حد واحد ما ينفعش يبقى 99 ريت، يعني ايوه اهو، يعني ده كان المفروض المود يبقى ايه كله 99 ما عدا ده، لان مش منطقي حضرتك. يعني انا ممكن اصدق ان بني ادم في الدوري الصيني يبقى 99 وده لا. بيقول لك بول كنترول 99، ماجواير بدريبلينج 99. احنا بقى يا جماعه هنشوف نهايه كل موسم مين كسب ايه ومين عمل ايه ومين فاز بايه. اوكي احنا دلوقتي عدينا نص الموسم الاول يا جماعه، وجايزه المدرب الشهر راحت، ايه ده مدرب الشهر، احنا عايزين مدرب العام حضرتك. على العموم احنا جايين عشان البالون دور، مين اللي كسب البالون، ايه ده فودن، فودن يكسب البالون دور. الفائز بالبالون دور عام 2023 هو فيل فودن، هو غير يعني هي غير مستحقه بس تيجي يعني مع المرور الوقت يمكن تحصل في الحقيقه عادي. احنا نشوف بقى مين عمل ايه في دوري الابطال، يعني نشوف اخر الموسم ايه اللي حصل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نورويتش بقى في البريمير ليج اللي هو احنا يعني طلعنا بريمير ليج، فاحنا غالبا لينا ابطال السنه الجايه عادي. نعرف بقى ايه اللي حصل في البريمير ليج شخصيا، مين عمل ايه. اليونايتد كسب، حلو قوي الكلام ده. مش عارف يعني ايه ان برايتون يبقى في الثالث والسيتي في السابع، هو وليفربول سادس وسابع، مش عارف عايزين ايه. عندك توتنهام في المركز ال11 ده شيء مريب جدا، ونيوكاسل ونوتنغهام فورست وحمدي للغسل والنسيج نزلوا بقى مكاننا، يعني احنا هنصعد مكان الناس دي. نخش بقى على دوري الابطال شخصيا، عندك اول مجموعه بسم الله الرحمن الرحيم اليونايتد وبايرن خرجوا من كوبنهاجن دي وجلاتا سارا، ده معناه ان الفرقه دي بتكسب واسطه في العاده حضرتك، طالما وحدنا المقامات تمام كله بقى 99 ريت كل واحد يعرف تمامه بقى هو. انا بس ببعت رساله مشفره للسير اليكس يعني يلا اللهم لا شماته، يعني انا شمتان بصراحه. جروب بي بي اس في وارسنال طلعوا اشبيليا ويعني ده شيء طبيعي. عندك جروب سي الريال كسبوا ولكن نابولي خرجت، ماشي عادي. حتى الان احنا كل ده عن انتر ميلان وريال سوسيداد مظبوط جدا، اتلتيكو مدريد الكلام حلو. دورتموند اللي طلعت نهائي لم تفعل اي شيء بجنيه، لان هي ايه الناس كلها دلوقتي 99، يعني الناس كلها دلوقتي بتعرف تلعب حضرتك، فما فيش بقى ما فيش واسطه ولا محسوبيه للفرق التقيله. عندك جروب جي السيتي ويانج بويز هم اللي صعدوا، لايبزيج خلعوا هم وحمدي للغسل والنسيج اللي هو الثاني ده. واخر جروب معانا برشلونه خرجت من بورتو ايه وحمدي للغسل والنسيج ثاني بقى، اي نعم فرق نقطه ولكن دي برده رساله مشفره لتشافي، يعني انت اديك عرفت تمامك لما كله بقى بيعرف يلعب. تقول لي تيكي تاكا، اقول لك حضرتك كله بقى بيعمل تيكي تاكا دلوقتي، كله بقى بيعرف يباصي. ما هي 99ات بتعمل كده. بالنسبه لدور ال 16 نتائج مفرحه جدا، ولكن هي ازاي ارسنال خرجت باريس؟ يعني ده سؤال بجد، لان هنا اعتقد ان مبابي هنا لسه في باريس عادي، فايه الهبل ده؟ ما عنديش فكره الحقيقه. عندك اتلتيكو مدريد كسبت كلام رائع، ريال هي اللي كسبت، وانتر ميل ايه ده؟ انتر ميلان خرجت من براها دي، بس بيقول لك الضربات الجزاء 2019، يعني فضلوا يشوطوا لغايه لما وصلوا 2019، يعني فيهم حيل بقى. الله بقى اللي تشوفوه على طالما الاستامينا 99 بتعمل كده تمام. بالنسبه للكوارتر فاينل مبدئيا كده السيتي خرجت بضربات الجزاء من حمدي لغسل والنسيج بضربات جزاء
2019 برضه. فواضح ان ده السكور الرسمي للضربات الجزاء في اثناء ال 99 ريت. عندك اتلتيكو مدريد خرجت برضه من يانج بويز، ريال مدريد كسبت ارسنال تمام، واخر فرقتين دول لن نعترف بهم اساسا. السيمي فاينل الريال خرج من، هو ايه ده يا جماعه، هم مين اللي في الفاينل؟ ثانيه يا نهار اسود، حمدي الغزنوي والنسيج يطلع فاينل ويكسب ضربات جزاء 2019 برضه. ده بقى اللي كنت بتكلم فيه في الاول يا جماعه، ان احنا هنشوف خلل ذهني في اثناء هذا الفيديو طالما كله بقى 99. اول نموذج معانا اهو دوري درجه 6 بكسب ابطال. بالنسبه للاميريتس اف اي كاب، فاحنا اللي كسبناه امام فريق بلا هويه كده برضو مش معلوم ملته، ضربات جزاء كسبنا. عندك الكاربوناتو كاب، الارسنال كسبت نوتنغهام فورست، كلام يحترم. عندك كاس السوبر الاوروبي، الاخ اشبيليا كسبت السيتي في ضربات الجزاء برضه. عندنا دلوقتي الموسم الثاني، قبل ما نشوف مين اللي كسب البالون دور، انا عايز اعرف ريتنج ميسي وكريستيانو كام في هذه الاجواء. لو جينا كتبنا الاخ كريستيانو 39 عاما، عامل 97 ريت دلوقتي، لان هو عشان سنه كبير فبيقل واحده واحده، ولكن 97 على 40 سنه يا نهار ابيض. والدريبل رجع ايام البرايم رونالدو ايام 2008، هو 97ات واستمنى كامل استمنى 99 وهو 40 سنه يا جماعه. بالنسبه للاخ ميسي 37 عاما، عامل 98. شوف بقى، شوف هنا بقى عامل السن يتدخل. هو البيس بتاعه قل حبتين بس مش مشكله، يعني الراجل تمام. لو بصينا على نيمار هنلاقيه بيحتضر تقريبا، هو 32 سنه. لا والله 32 سنه لسه تايه بقى 99 ريت، موسمين كمان ولا حاجه. والله هذه اخبار مره ساره مره. الفائز بالبالون دور للموسم الثاني مين ده يا جماعه؟ ده دنجومه، دنجومه والله يا نهار ابيض، دنجومه خد بالون دور. ده يعني الف به، ده ايه ده؟ احنا الحقيقه جالنا خلل، يعني احنا في تاني سيزون بس وخلاص اختلينا فاهم. دنجومه يكسب بالون دور؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بالمناسبه يا جماعه نسيت اقول لكم ان نورويتش طردوني، فسخوا العقد معايا، وارسنال نتشوني من الضياع يعني. فاحنا حاليا بندرب ارسنال، هذه هي التشكيله بتاعتنا، كله 99 وكله في صحه بقى، ويمكن يبقى في القاب بجد المره دي. بالنسبه للدوري فكالعاده، طالما السير بولتكس بيدرب يبقى طبعا الفريق يبقى اول دوري يا باشا، كسب الدوري يا جماعه. بالنسبه لدوري الابطال فكلوب روج خسروا الريال في الفاينل ضربات جزاء بسكور اللي هو الغريب ده كده، تبقى دي تاني سنه على التوالي جينا خلل مادي خالص من النتائج اللي بنشوفها. عندنا الاميريتس اف اي كاب، طبعا احنا يعني السير بيدرب فارسنال يكسب يا باشا. كارباناتو كاب من نصيب ليستر سيتي امام فريق كده بلا هويه. اليوفا سوبر كاب، ويست هام خسرت حمدي للغزل والنسيج 3-0. انا ما اعرفش حمدي للغزل والنسيج ده يعني جه منين الحقيقه. احنا يا جماعه الحقيقه في شويه عروض غريبة كده جات لنا، يعني مثلا جورجينيو عنده 33 سنة ولكن عشان 98 ريت فجاي له عرض ب 140 مليون، بياخد في الأسبوع 960,000، ده مرتب أقل بني آدم 98 ريت، ده عادي بما يرضي الله يعني. زيتشينكو جاي له عرض بحوالي 300 مليون، إيه ده 350 كمان؟ لا اتكل على الله، اتكل على الله، أكسبت الأوفر ده بس روح بقى أنت ده إيه ده الدوري ده؟ ده فالنسيا تقريبا، ماشي روح أسبانيا، حلو أسبانيا. ياه والله يعني يا أخي ماني حزين على فراقك جبدا، لا 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 حزين جدا طبعا، يا نهار ابيض 300 مليون ايه يا ابني اللي يعوضوك؟ انت المشكله فينا احنا مش فيك انت. يعني كلب وراح طبعا يعني. اوعى في واحد يا جماعه ما اعرفوش كده ولكن هو عنده 24 سنه بيلعب سترايكر ووينج شمال، جاي له عرض ب 400 ايه و50 مليون تقريبا، يعني انا شايف ان يعني خلاص هنتنازل ونأكسبت الأوفر، يلا يعني هنعمل ايه؟ عارف ان السوق نايم ومفيش بيع وبتاع فما ما هضطر ان انا اتنازل. فطبعا لا احنا على فكره حزناء جدا يا كابتن على ان انت ماشي، يعني انت وجهه من وجهات النادي، يعني لما بتقول يا ارسنال بتقول يا حمدي 99. يلا يا جماعه كلبه وراح كمان مره. عندك هو راح برايتون تمام، ده مستواه الحقيقي، ولكن احنا ايه قبضنا حوالي 450. ايه ده يا جماعه؟ ده انا ارسنال طردتني، كونتراكت ترمينيتد، شكرا. نمضي يا باشا على مين بقى اللي هينتشني من الضياع؟ اي حد. بيرنلي يا جماعه، بيرنلي تشكيلتنا حلوه، الدنيا حلوه، الناس حلوه، دنيتنا زي الفل ان شاء الله. في بس واد 95 هنا امبوستر، ليه هو 95؟ عشان 34 عاما، مومياء حاجه كده فاهم من الايام.
انا الحقيقه ناوي. طيب ايه ده بيرنلي طردوني هم كمان؟ طب حضرتك انا ما لحقتش كده، انا يعني كان بيقعدوني موسم. طيب لا حول ولا قوه الا بالله يا جماعه، حد بقى يغتنا بقى ولا ماشي. نيوكاسل نيوكاسل انا بقى، انا امضي يابا العقد ده، انا هاخد نيوكاسل واطلع بيهم دوري الابطال واكسب دوري الابطال كمان. ايوه وريني بقى التشكيله دي مبدئيا كده. بارنز ايه هينزل؟ ما تقول لي ايه الفرق ما كلهم 99؟ اقول لك يا باشا ده بقى فكر تدريبي بقى. بارنز سيرنو اكبر يبقى خبير معروف. ورينا يا ابني احنا حالنا عامل ايه في الدوري، اللي احنا التاني دلوقتي على اللي هو الشامبيونشيب اللي هي الدرجه الثانيه. هنصعد احنا ونورويتش امين، ده الف ب دوري درجه ثانيه، والموسم الجاي احنا كده ايه لينا ابطال، ما احنا صاعدين بقى هنخش الابطال نكسب بس خلصت يا دار ما دخلك. ثانيه بقى معلش عشان في قلق هنا، احنا جالنا يا جماعه تدريب ماشي لمنتخب ايه بلجيكا، بيقول لك احنا دخلت كاس عالم ومحتاجين مدرب تقيل يجيب لنا البطوله في شوال، فهيلاقوا مين انقح من السير بولتكس عشان طبعا انا عن نفسي انا همضي العقد، لان ده بالنسبه لي، بالنسبه لي انا مش مجرد مال، مش مجرد بضمن وظيفه لاني عارف ان انا هطرد من النادي اللي انا فيه، لا 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 اطلاقا. انا الموضوع ده انا شغفي دم، كرات الدم عندي بلجيكيه اصلا. طبعا يا جماعه الموضوع ده عندي من زمان، انتوا عارفين يعني. ورينا يا ابني عملنا ايه في الدوري، احنا يا جماعه التالت، معرفش التالت ده هل بيصعد ولو ابطال ولا بيصعد فقط، مش عارف الحقيقه. بس احنا كنا نفس عدد النقط بتاع ستوك سيتي، يعني مش عارف هم ليه يعني ليه يعني. على العموم تعالوا نشوف ايه اللي حصل في البريمير ليج ذات نفسها. مبدئيا كده يونايتد في الثامن، احنا هنبص على الحاجات الغريبه، سيتي في الاول ده عادي شيء طبيعي، يونايتد الثامن شيء رايناه منذ فتره، ارسنال ال 12 عارفين ليه ارسنال 12 ولا مش عارفين؟ عشان ما جابونيش اضرر، ده رايي الشخصي الحقيقه. احنا لا الدوري طبيعي جدا. نبص على دوري الابطال، حمدي كسب اياكس في النهائي بضربات جزاء 2019، سكور طبيعي جدا الف به كره قدم. احنا نسيبنا من الهبل ده ونقوي الفريق، احنا دلوقتي بقينا ايه ده؟ احنا ما صعدناش؟ ايه ده يا جماعه الهبل ده، احنا ما صعدناش ليه؟ هو احنا مش كنا ايه ده؟ واضح ان اول اتنين بس هم اللي بيصعدوا، فاحنا تقريبا الموسم راح علينا، ولكن انا كسير بولتكس لن اسكت عن هذا ابدا وسوف ادعم صفوف الفريق. انا هبعت اجيب عيال، بص بقى بص النصيحه، احنا عايزين نجيب عيال 99 ماشي، بس في نفس الوقت مش ما ندفعش كتير، لان الريت وهو 99 اي لاعب بتلاقيه ب 16 مليار اصلا، فاحنا لا احنا عايزين نستنصح بقى. احنا هندور على لعيبه مش اصلا في انديه حاليه، يعني هي لعيبه فري ايجنتس كده او اللي هو فاهم بني ادم حر، ونخلي مثلا السن اقصى حاجه 25، ده اعتقد كده ايه احنا عدينا لعيب كله. ايوه اهو دي بقى النصيحه الكرويه، عندك اهو همام احمد من قطر، ده ابن بلدنا ماشي، او اللي هو يعني احنا عرب وكده فهنجيبه. همام احمد ب 300 مليون، انا اصلا مش عارف. يا نهار ابيض، بيقول لك اللاعب مش جاهز او هو مش موافق ان هو ينزل للدوري الهفأ اللي انت فيه ده، بيقول لي كده، بيقول لي انا مهاراتي تخليني العب يعني تاهلني ان انا العب في دوري احسن من اللي انتوا فيه، وانا اللي عمال اقول عرب وبت... لا 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 معلش بقى، احنا كده العرب بنجرح في بعض في الغربه، سوري انا اعتذر من هذا. همام احمد مش معانا في الفريق يا جماعه، احنا هنبعت نجيب واد اسباني، ده ما اهو ماشي عيلين اسبانيين، واحد هجوم واحد دفاع بس. ممكن نبعت نجيب الواد ده برده من المكسيك ماشي، عايزين نعمل تشكيله هجين كده تشد حيلها معانا في الابطال. هي اللعيبه كلها مش موافقه تيجي عندنا بجد ولا ايه؟ يا نهار ابيض، ما حدش راضي يجي عندنا يا جماعه عشان احنا، عشان هم 99 واحنا دوري درجه ثانيه بيتكبروا علينا. طب لا خلاص بقى، خلاص ده انا هكتفي بتشكيلتي الحلوه تمام، انا اللعيبه دي خلاص كده مقبدين معانا فتره في الفريق، واحب نشوف نتائجنا في اخر الموسم. وبالمناسبه يا عزيزي انا اكاد اجزم ان الهداف بتاع الدوري هيكون من عندنا. والان عندنا بقى يا جماعه ايه، ان احنا نسبميت السكواد او اللي هو نجيب يعني نختار اللعيبه اللي هتشارك معانا في كاس العالم. طبعا الاختيارات محيره جدا يعني يا دوب كلهم 99، انا بس عايز الاسامي الطبيعيه يعني، فين دي بروين وفين الناس اللي هم اللي احنا عارفينهم يعني، بدل الحاج مثلا اللي هو كام ده اس اللي ضمبه ده، المفروض بقى ندور على دي بروين. احنا واضح ان مفيش اي نوع من الناس اللي احنا عارفينهم، احنا في 2000 وايه 63 ولا ايه ده، احنا المفروض يعني داخلين على كاس العالم 2026، ما اعتقدش دي بروين ليه هيعتزل يعني. ايوه لقيت بني ادم عارفه، تيليمانز ماشي يا جماعه. ايوه كراسكو ماشي، احنا اي حد عارفينه هنجيبه بقى، لان احنا يعني طالما كله 99 مش هيفرق بس يعني
كده يعني فاهم. عندنا كورتوا القذر اهو موجود هنجيبه ماشي. عندك كابتن لوكاكو لسه لامحه اهو. اوه في هازارد موجود بس هازارد بتاع بي في بي مش الاصلي. ايوه دي بروين اهو يا جماعه هو بقى 98 ريت بس هنجيبه برده عشان ما يصحش يعني. بس كده السكواد كله بتاعنا 99 ما عدا بس الناس اللي هي احنا عارفينهم فهنتغاضى عن واحد ريت ولا حاجه. ايه ده يا جماعه ده اللعبه قفلت يا اخوانا شكرا. ونيوكاسل طردوني نيوكاسل طردونا يا جماعه. واضح ان في رساله من كل اللي بيحصل ده بس انا مش مجمع لغايه دلوقتي ايه هي. الله هندرب نوتنغهام فورست يا جماعه. في حاجه في محاوله يعني ترجيع الامجاد زمان بس يعني مش عارف هم على ايامي كانوا يعني كنا في الدوري اللي هو الاساسي يعني فاهم البريمير ليج العادي انما اللي احنا فيه ده يعني المركز ال22 دوري درجه تانية لا ده كتير الحقيقه. دعونا نرى من كسب اليورو. الويلز كسبت رومانيا في النهائي 3-0 ده شيء من الخلل عندنا. وثانيه واحنا فين احنا كبلجيكا حضرتك احنا مش في السيمي فاينل كمان امال احنا فين كوارتر فاينل مفيش بلجيكا برضه. امال ايه احنا ما صعدناش مجموعات حتى ولا احنا ما بعتولناش انفايت احنا مش في المجموعات اساسا يا جماعه. واضح ان في تصفيات قبل المجموعات احنا ما صعدناش منها فده يعني الف الف مبروك عادي. في هذه الحالة هنترك اليد التحكم وهنسكيب 10 مواسم بقى لغاية عام ايه 2034 ونشوف بقى البريمير ليج هتبقى عاملة ازاي ساعتها لاني اعتقد ان هي هتبقى دوري تاني خالص يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم 2034 المتصدر ليستر سيتي يعني حتى الان الامور طبيعية نسبيا. اي نعم التوب 8 اصلا فيهم شوية فرق مكانهم الدرجة التانية مرتاح يعني ممكن ينافسوا على الهبوط من الدرجة التانية اساسا بس تمام يعني. لو جينا ننزل عندنا تشيلسي كل ده تمام ماشي بس حاسس ان في حد مهم مش موجود بس مش عارف مين. عندنا الفايز بدوري الابطال اخيرا باريس لاول مره في تاريخهم حققوا دوري الابطال 2034 بقى فاهم يعني ربنا يديك طولة العمر. كسبوا ضربات جزاء بالسكور المريب ده ويعني تمام. هو الغريب ان السيمي فاينل ايه ده يعني مفيش مدريد مفيش برشلونه مفيش اي فرقه تحترم غير هي باريس تقريبا حتى الكورتر فاينل يعني فاهم كلهم بلا هويه تقريبا ما عدا اشبيليا وبنفيكا وهي باريس. فلغايه هنا بقى ونحب نبطل التخاريف اللي احنا فيها دي لان الواحد كده تعب ذهنيا. تقدر تضغط على الفيديو ده لو حابب بقى انت تشوف فيديو طبيعي مش تخاريف يعني. شكرا السلام عليكم.